المعرس الله معه، الله مع المعرس الله معه، يا نجم التنس هل زين المراقب. حياكم الله مشاهدينا الكرام في أحد أضخم الأعراس الجماعية في البحرين. جمعية الهمل الخيرية تزف اليوم 84 شاب وشابة إلى القفص الذهبي. حياكم. معالي الشيخ سلمان بن عبد الله الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الرئيس الفخري لجمعية الهمل الخيرية، نرحب فيه في قناة أيام. اليوم الزواج الجماعي، زواج 84 شاب وشابة تنظمة جمعية الهمل الخيرية. ماذا يمثل لكم المساهمة في تزويج 84 شاب وشابة بحرين؟ والله هذه مناسبة سعيدة للجميع، وأنا حقيقة بصفة خاصة أسعد أكثر بذلك، لأن أنا بديت ويا الأخوان في هذه المناسبة من سنة أظن 2017 أول ما بدأنا. فالحمد لله، يعني كل ما يهني أفرح أن أشوف جيل جديد مقبل على حياة جديدة، فأتمنى لهم التوفيق والسعادة إن شاء الله والرفاه والبنين إن شاء الله. والله أنا سعيد اليوم بعد الجائحة، مثل ما تعلمون أن يصير هذا اللمة والنسيج الاجتماعي الواحد في الشمالية، ويترجم وحدتنا ونسيجنا الاجتماعي الواحد، وهذه فرحة وطنية اليوم تضم الطائفتين الكريمتين. من هنا يعني نبارك للجميع بهذه العرس الجماعي الوطني، وشاكرين لجمعية الهملة الخيرية على هذا العمل الراقي، وإن شاء الله دائما البحرين بخير وأمن وأمان في ظل العهد الزاهر لحظة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. معي شخصية مميزة في العرس الجماعي، سعادة السفير الروسي. سعادة السفير، إيش رأيك في العرس اليوم؟ شكرا جزيلا. أنا أول شيء أريد أن أعبر شكري وعرفان للدعوة في هذه المناسبة، يعني في هذه الحفلة العظيمة، وأتمنى كل النجاح والسعادة للمتزوجين. نتقدم بداية بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لجمعية الهملة الخيرية على ما قامت به من جهود مبنية وكبيرة في تنظيم هذا الزواج الجماعي الذي يعد بحق عرس وطني بامتياز لما فيه من اجتماع أبناء الطائفتين الكريمتين، ويعكس قمة الانسجام والتعايش والتآلف والتآخي بين أبناء الطائفتين الكريمتين. احتاروا فكري سعيدة إن شاء الله. بنشكر القائمين على هذا العرس لأن شيء مرتب إن شاء الله، والله يزوجك لازوجي. ألف مبروك، يستاهلون كل خير، ومنهم المال إن شاء الله ومنهم العيال. الله يبارك لهم إن شاء الله، وبالرفاء والبنين، والله يزوجك العذاب.